السلام عليكم احبائي ومرحبا بكم من جديد في قناه امل كيتشن. واليوم غادي نمشيو للمطبخ الافغاني والوصفه ديال افغاني سيخ كباب قطبان ديال الكفته مشويين بطريقه افغانيه. وفي المقادير غادي نحتاجو كيلو ديال الكفته، بيضه وبصله مشلطه، وكذلك 4 حتى 5 ديال الفصوص من الثوم. وعندنا هنا بربطه صغيره مخلطه ما بين القزبر والمعدنوس ومفرومين. اما بالنسبه للتوابل غادي نحتاجو نوع من التوابل الهنديه وهي المناوع شان تيكا سيخ كباب باربيكيو. يمكن لك تستعمليهم، وعندي فيديو شنو هما التوابل اللي كنستعمل في المطبخ ديالي، غادي نحط لكم الرابط باش تشوفوا نوعيه وجوده التوابل الهنديه. في اناء غادي نوضعوا الكفته اللي قلت لكم من قبل، كيلو ديال الكفته، وهذا النوع البقري، ويمكن لكم تستعملوا اي نوع غنمي او بقري. وكذلك يمكن لكم تستعملوا الكفته ديال الدجاج. بصله مشلضه، وكذلك 4 حتى 5 ديال الفصوص ديال الثوم، وكما سبق ذكرت رفطه صغيره من القزبر والمعدنوس مفرومين. وغادي نضيف لهم البيضه، ومقدار ديال معلقه كبيره من التوابل تيكا سيخ كباب نوع شان. التوابل يمكن تستعملوهم قطبان ديال الكفته، الدجاج، كذلك قطبان ديال الدجاج مكعبات، وكذلك قطبان ديال اللحم مكعبات، والملح على حسب الذوق. غادي نخلطوا هاد العناصر مع بعضياتها مزيان حتى يتجانسوا. بالنسبه للبصله يمكن لك تستعملي الا ما كتبغيش البصله تكون باينه في الكباب، يمكن لك تستعملي البصله محكوكه مزيان اولا مطحونه في الماكينه. غادي كما قلت غادي نخلطوا هاد العرس مع بعضياتها وندخلوا هاد الثلاجه لمده ساعه. من بعد ساعه باش كنخليو داك العناصر كتجانس بعضياتها، انا نقبطوا القطبان، وغادي نصاغبوا قطبان ديال الكفته على هاد الشكل هذا. هاد الطريقه هادي يبقاو تضغطوا عليهم، احنا كملناهم كلهم. غادي ندخلوهم غادي نشويوهم، غندهنوهم بشويه ديال الزيت البلديه او زيت المائده من جوج جهات، ونخليهم يطيبوا حتى يتحمروا من جوج جهات. انتما كيما كتشوفوا القطبان ديالنا تقريبا ما وجدوا، وكنقدموهم بسلطه او كيما درت انا هنايا شويه ديال الخيار دوائر، الفجل، كذلك شويه الخس مقطع. وبالصحه والراحه، كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم وتجربوها، ونتلقاكم في وصفه جديده. وتنشكركم بزاف على المشاهده، وكذلك ما تنساوش تشتركوا في القناه امل كيتشن. ثانكس، باي.